السلام عليكم. اليوم ما شاء الله غادي نخدموا فضاء الرياضيات المستوى الثاني. غنخدموا اليوم صفحة 79 من الدرس 15، تعرف خاصية الضرب في 6 و7. كنا خدمنا صفحة 76 و77 و78، بقات لينا 79 هي اللي غادي نخدموا اليوم. ونبداو مع أولا ألون خانات كل شبكة حسب كتابتها الضربية. هنا عندنا شبكات و كتابات ضربية فوق من كل شبكة. هنا غادي نلونو ونخرجو النتيجة. شنو عطينا؟ نبداو مع هاد الأولى. شنو عطينا؟ 6 في 7. عندنا 6 في 7 يعني اللونو 6 خانات في 7، إما 7 أسطر أو 7 أعمدة، كتبقى النتيجة نفسها ما كتغيرش. إذا غادي نلونو 6 خانات، حنا لونا 6 خانات، شحال من مرة غادي نلون، شحال من عمود من هاد 6 خانات؟ 7. إذا غادي نلونو العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، نلونو هادو كاملين. دابا لونا 6 خانات و7 أعمدة، نشوفو النتيجة متاع الجداء شناهي. 6 في 7 أو 7 في 6 بحال بحال تساوي 42. إذا غنكتبو هنا 42. الى جينا حسبنا كم من خانه ملونه عندنا هنايا في هذه الشبكه، غادي نلقاو 42 خانه. نمروا مع الشبكه الثانيه، 7 في 6، اذا غادي نلونوا 7 خانات في 6، 6 أعمدة من 7 خانات، 6 مرات، 1 2 3 4 5 6 7. عندنا هنا 7 خانات هي الاولى، شحال من مره؟ 6. اذا لونوا العمود الاول والثاني الثالث الرابع الخامس السادس، حد هنا غادي نحبسو. دابا لونا 7 خانات في 6 أعمدة، شوفوا النتيجة. عندنا هنا 7 في 6، نجيو هنا 7 في 6 كتساوي 42، نكتبو هنا 42، كنلقاوها نفس النتيجة، لأن الضرب واخا كنبدلو الأماكن ديالهم ما كيتغيرش النتيجة، الضرب هو تبادلي. نجيو الخانة الثالثة، شنو قالوا لنا؟ اللونو 6 خانات في 5، نديرو 5 أسطر مثلا، نغيرو من الأعمدة، نديرو 1 2 3 4 5 6. شحال من سطر؟ الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. دابا لونا 6 خانات اللي كاينة هنا، شحال من مرة غادي نلونوها؟ 5 مرات. هكذا غادي نكونو لونا هادشي اللي قالو لنا 6 في 5. نشوفو النتيجة نتاع 6 في 5 كام. عندنا هنا 6 في 5 تساوي 30، إذا غادي نجيو هنا ونكتبو 30، غادي نلقاو راسنا لونا 30 خانة في هاد الشبكة. نمرو للشبكة الرابعة، عندنا 7 في 5، غادي نلونو هنا 7 خانات، 1 2 3 4 5 6 7، هما 7 خانات لوناهم. كم من مرة أو كم من سطر نخدمو بالأسطر؟ 5 أسطر. راه حتى اللي خدمناهم بهذه الطريقة بالأعمدة راه صحيحة، كل واحد باش يخدمهم الأستاذ يقدر يخدمهم بهذه الطريقة. بهذه الطريقة انت خدمتيهم بالأعمدة صحيح، خدمتيهم بالأسطر صحيح، لأن هنا محدولناش. نكملو، قالو لنا 7 في 5، إذا نديرو 5 الأسطر من هاد 7. هكا لونا 7 خانات 5 أسطر ونحسبوهم. 7 في 5، 7 في 5 هذا متاع 6 عفوا، نجيبو ديال 7، 7 في 5 35، نكتبو هنا 35. اللي ما عندوش هذا وما حافظش الجداء شنو غادي يدير؟ يرسم الشبكة هنا، حنا غير كنختصرو شويه الوقت ويحسبهم 1 2 3، يبقى يحسبهم خانة بخانة، أتعطيه نفس النتيجة. حنا كنبغيو شويه نختصروا الوقت، ومن الافضل كاع نكونوا حافظينه، هذه هي الطريقه الاحسن. نمروا للتمرين 2، شنو قالوا لنا؟ الون بطاقه الكتابه التي تمثل مجموعه الرسوم في كل حاله. عندنا هنا واحد الحاله وهنا حاله اخرى، ونشوفوا في اللي صحيحه، في اللي كتمثل هذه الحاله، في الجداء اللي كيمثل هذه الحاله. عندنا هنا 1 2 3 4، كلهم فيهم 4، نشوفوا شحال من اسطر من هاد 4. السطر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، إذا 4 في 7،
أربع فراشات في سبع أسطر. غادي نجيو لهنا ونقلبوا عليها ونلقاو هنا أربعة في سبعة، إذا غادي نلونو هاد الخانة هادي، غادي نلونو هذا هو الجواب الصحيح. نمرو المجموعة الثانية، شنو فيها؟ فيها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. علاش ما حسبتش هكا؟ لأن بانت ليها تكون أكثر من ستة، ولكن حنا عطينا ستة، إذا غادي نحسبوها بهذه الطريقة بالعمود. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، كم من عمود من هاد ستة الزهور؟ عندنا العمود الأول، حيت هنا كلهم فيهم ستة، العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. إذا غادي نقلبو على اللي فيه ستة ورود في ثمانية أعمدة، ستة في ثمانية، غادي نجيو نلقاو هنا ستة في ثمانية هنا، وغادي نلونوها. هاد الجداء هو اللي كيمثل لينا هاد المجموعة. هكا غادي نكونو كملنا التمرين اثنان، مرو لتمرين ثلاثة. شنو قالو لنا في التمرين ثلاثة؟ اكتبوا كتابة ضربية تمثل خانات كل شبكة. عطينا هنا تحت شبكة وهنا شبكة، بغاونا نكتبوا الجداء اللي كيمثل لنا هاد الشبكة. ولا جينا نشوفو غادي نلقاو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. بما أنه ماشي مربع، ماشي نفس العدد في الخانات في الطول وفي العرض، غادي نختارو حنا دابا، إما غادي نخدمو بالأعمدة أو بالأسطر. مثلا دابا أنا غادي نختار نخدم بالأعمدة، نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، عندنا في هذا العمود سبع خانات، غادي نكتب هنا سبعة. كم من عمود عندنا؟ نحسبو شحال من عمود عندنا فيه سبعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، عندنا هنا سبعة في ثمانية، سبعة في ثمانية تساوي ستة وخمسون. نجي نكتبو هنا ستة وخمسون. واللي ما عندوش هاد الجداء دائما كنقول وما حافظش الجداء متاع ستة متاع سبعة أو ثمانية، غادي يحسبهم، يبقى يحسب خانة بخانة 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 حتى غادي يلقى نفس العدد. نمرو للشكل الثاني، شنو فيه؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. هنا غادي نخدمو بالأسطر، وتقدر تخدم عاوتاني حتى نتوما بالأعمدة بحال بحال. يعني إلا خدمت أنا بالأسطر غادي تلقى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، غنكتب هنا سبعة. شحال من سطر؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة. إلا مشيت القسم ولقيت أستاذة أو الأستاذ كتب هنا ستة وهنا سبعة، يعني راه خدم بالأعمدة، ما كتعنيش هادي غلطة، لا بجوجهم صحاح. الأهم هو تكون هنا النتيجة بحال بحال، ما خاصش تكون هنا النتيجة مختلفة، لأن هاد النتيجة هي عدد الخانات متاع الشبكة، حسبناهم بالأعمدة أو بالأسطر بحال بحال. إذا غادي نجيبو جداء سبعة في ستة، سبعة في ستة تساوي اثنان وأربعون، اثنان وأربعون. هنا غادي نكونو كملنا صفحة 79، وما فيها باس قبل ما تكملوا هاد الصفحة رجعوا أتذكروا، كنراجعوا فيها هادشي اللي خدمنا، وكنشوفوا راسنا واش ثبتنا هادشي واش فاهمينه. الا ما فاهمينوش نعاودوا نخدموا تمارين اخرى، او نعاودوا نخدموا هاد التمارين نعاودوا نراجعوهم باش نثبتوا هادشي اللي قرينا. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، وكنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.